أكدت سعادة الأستاذ هلا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضرورة تنسيق مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه موضوعات المرأة أمام المحافل والمنظمات الدولية جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة الخليجية ريادة من أجل غد مستدام الذي اقيم عن بعد حيث استهلت الكلمه بالتاكيد على اهميه هذا المنتدى الذي يقام بجهد مقدر وبتنظيم مشترك لمجلس شؤون الاسره بالمملكه العربيه السعوديه والامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه استجابه لمقترح تقدم به المجلس الاعلى للمراه بمملكه البحرين بالتشاور مع الجهتين الموقرتين بهذا الشان. وأشارت الأنصاري بما تم اختياره من موضوعات ذات أولوية في تناولها لقضايا تتفاعل مع المتغيرات العالمية والظروف الإقليمية. وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في كلماتها إن مملكة البحرين تأمل من خلال أعمال المنتدى الأول من نوعه من حيث تركيزه على شؤون المرأة الخليجية بالخروج بإطار عمل موحد يختص بتنسيق المواقف بين دولنا تجاه مختلف القضايا. واضافت سعادتها ان هذا امر يتطلب تنسيقا اكثر وضوحا يراعي خصوصيه واولويات دولنا في مجال تنميه وتقدم المراه الخليجيه واوضحت ان مملكه البحرين تقدمت في هذا الصدد ببعض المقترحات ضمن عدد من الاجتماعات والقنوات لمجلس التعاون الخليجي من بينها تشكيل لجنه تنسيقيه تحت مظله امانه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تختص بالنظر في الموضوعات ذات العلاقه بالمراه الخليجيه. وتابعت انه من بين مقترحات مملكه البحرين ايضا توصيه بوضع مؤشر خليجي موحد لقياس اثر وعائد مشاركه المراه في الاقتصاد الوطني، تم تقديمها في ختام استضافه مملكه البحرين لورشه عمل تصميم مؤشر مشاركه المراه الخليجيه في التنميه. واعربت الانصار عن تطلع مملكه البحرين لان يوصي هذا المنتدى لان يوصي هذا المنتدى بالنظر في هذين المقترحين ودراسه اوجه التشاور بشانهما وتطبيقهما بما يتناسب مع تطلعات مجلس التعاون الخليجي وقادته الكرام بمكانة المراه وسبل تقدمها وامر يتطلب ان نعمل معا على الاستجابه له بوضع آليات الياته المناسبه